منفيس شريكك في السفر. بتدور على الاسترخاء والمتعة والخدمة الممتازة والأناقة؟ ما تدورش كتير، احنا وفرنا عليك البحث. فندق ومنتجع ستيلا دي مارا بيتش شرم الشيخ فئة الخمس نجوم. بيقع فندق ستيلا دي مارا في خليج نعمة على البحر مباشرة. بيوفر الفندق ساحة انتظار سيارات مجانية للنزلاء، ده غير انه قريب من مطار شرم الشيخ، يعني بنتكلم في 15 دقيقة بس بالعربية. بمجرد دخولك الفندق هيعجبك التصميم والشكل الداخلي لصالة الاستقبال. واللي بيتوسطها الأسانسير البانورامي اللي بتشوف منه البحر، مع تصميم رائع لقبة صالة الاستقبال. بجانب احترافية موظفين الاستقبال واللي بيسهلوا لك كل إجراءات التسكين. كمان الإنترنت بيغطي الفندق بالكامل، بداية من الريسبشن للغرف وحمامات السباحة والمطاعم وحتى الشاطئ. وبخصوص التسكين، تقدر تختار ما بين فئات متنوعة من الغرف بإجمالي 298 غرفة وجناح، بداية من المبنى الرئيسي بالفندق والمكون من 8 أدوار بإطلالة أكتر من رائعة على البحر الأحمر، واللي بيضم رويال سويت ستيلا سويتس غرف ديلوكس غرف كومفورت بإطلالات متنوعة على الحدائق وحمامات السباحة والبحر. بالإضافة لمنطقة الفيلات واللي بتضم غرف فيلارو وغرف فاميلي روم. جميع غرف الفندق مكيفة ومجهزة بشاشة تلفزيون مسطحة مع قنوات فضائية، معدات الشاي والقهوة وميني بار، خزينة، حمام بمجفف للشعر بجانب مناشف ومفارش مصنوعة من القطن المصري 100%، وكمان خدمة طلب الأكل في غرفتك المتاحة 24 ساعة. الفندق بيوفر لك 3 مطاعم لتناول الوجبات، المطعم الرئيسي لاتراتسا واللي بيقدم وجبات الإفطار والغداء والعشاء من المطبخ المحلي وكمان العالمي، بالإضافة لمطعمين مع إطلالة متميزة على البحر، مطعم كورالو روسو واللي بيقدم وجبات العشاء من أشهر أكلات دول البحر المتوسط زي المطبخ الإيطالي والمطبخ اللبناني، ومطعم لاسكوليرا واللي بيقدم المأكولات الأسيوية وأكلات السيفود مع منظر خلاب على البحر مباشرة. يوجد كمان بالفندق فريق ترفيهي على أعلى مستوى لتقديم عروض متنوعة ومتميزة وفقاً لبرنامج معلن للنزلاء الفندق. مش بس كده، بيتوفر بالفندق 4 بارات على حمامات السباحة والشاطئ واللي بيقدموا لك المشروبات الباردة والسخنة والعصاير أو الوجبات الخفيفة. الفندق بيضم 3 حمامات سباحة، منها حمام السباحة الرئيسي في الدور الثالث وحمامين سباحة للكبار والأطفال بالدور الأرضي. أما دلوقتي فجه وقت الاستجمام مع مركز وسبا سانسز ويلنس اللي بيقدم لك جلسات مساج على إيد متخصصين، ده بجانب حمامات البخار والجاكوزي الداخلي والخارجي.
أما لو حابب تواصل تمريناتك فترة وجودك في الفندق فتقدر تتمرن في صالة الجيم. أما لو جاي مع أسرتك فالفندق بيوفر لأطفالك كيدز كلوب خاص بيهم علشان ينبسطوا هم كمان على طريقتهم، ده بالإضافة إلى غرفة الألعاب، تنس الطاولة، البلياردو وملعب ميني فوتبول. ولو أنت من محبي الجولف فتقدر تمارس لعبتك في ملعب السلة شارم بيتش للجولف بجانب ملعب التنس والكرة الطايرة. بيوفر كمان الفندق قاعة لاجتماعات رجال الأعمال. وبيزنس سنتر مجهزين بشكل ممتاز مع خدمة الإنترنت. الشاطئ الخاص بالفندق مجهز بالشمسيات والكراسي، فلو أنت من محبي الاسترخاء والشمس والهواء فالشاطئ الخاص بالفندق مكان مناسب جدا بالنسبة لك. وضروري ما تفوتكش فرصة الغطس مع مركز الغطس والاستمتاع بالشعاب المرجانية الرائعة في البحر الأحمر، أو تجربة متعة الألعاب في البحر من مركز الألعاب البحرية. فندق منتجع ستيلا دي مارا بيتش شرم الشيخ بيرحب باستقبال الضيوف طول السنة.